السلام عليكم، سميتني نادية، متزوجة وساكنة في أكادير. عندي 3 الوليدات. الهدف ديالي من اليوتيوب هو أنني بغيت نوصل الأفكار للناس، أو ميم طون بغيت نوري لهم بعض التخفيضات اللي كيكونوا في محلات، خصوصا المرأة العاملة، حيت عندي تجربة مع العمل وكنلقى مشكل كبير دائما في الويكاند. كنبغي نعرف دي زوفر فين كاينين باش نمشي لهم نيشان، ما نبقاش نقلب في السواقات بحال هكا. ومن تما جاتني الفكرة باش نبارطاجي مع الناس التخفيضات اللي كتكون في أكادير، ونعرف الناس على البلايص اللي كيكونوا في أكادير مهمة. المحتوى ديالي هو كيشمل بزاف التخفيضات والعروض والناس فين غادي يمشيو، البلايص مثلا فين غيمشيو. وكذلك بغيت نزيد واحد الكونسيبت، هما كيفاش المرأة تقدر تنظم البيت ديالها والعمل ديالها ودير كذلك داكشي اللي كتبغي، لي زاكتيفيتي اللي كتبغي. اي وحده عندها طموحات، من بين الطموحات ديالي هو انني بغيت ندير بروجي ديالي ان شاء الله. الى سهل الله بيان سور غندير بروجي ديالي اللي هو غيكون غادي نيت في نفس الكونسيبت اللي عندي. الروتين اليومي، انا ضد الروتين اليومي، ماشي الروتين اليومي المحترم بيان سور انا معاه، وداكشي علاش بغيت ندير الروتين اليومي محترم للمراه في هذا في الفيديوهات ديالي الجايه. ماشي ضروري باش ندير واحد روتين يومي انني نبين الجسد ديالي ولا نبين بعض المناطق في الجسد ديالي، بيان سور هذا الشيء ماشي من القيم والمبادئ ديالي. وداكشي علاش بغيت ندير العيالات ندير لهم روتين يومي، وهذا الروتين غيكون داخل فيه كيفاش تقدري تضي ولا تقدي الوقت ما بين الوليدات والدار، واهم حاجه انكم تهلاو في رجالاتكم وفي عائلتكم، وكذلك تهلاي في راسك. الحمد لله عندي مدخول شهري، ولكن مازال ما وصلتش لذاك المدخول اللي بغيت بيان سور. ولا نقدر اليوتيوب باغي واحد العمل بزاف، باغي المواصله، باغي تخدمي عليه بزاف باش يعطيك. يعني ما يمكنش نجي الا خصوصا الا بغيتي ديري واحد الكونسيبت اللي هو محترم، خصكي تخدمي عليه. اول حاجه قبل ما نعطي الكلمه للجمهور المتتبعين ومتتبعات ديال قناتنا نانا شوبينغ اكادير، كنبغي نوجه الشكر للزوج ديالي بزاف، لان صراحه هو اللي ساعدني وكيوقف معايا في كل شيء، لا في المونتاج لا في كيدي بلاصه معايا في جميع البلايص. كان كيقلب معايا باش كنكتشفوا البلايص اللي غادي نمشي نصور فيهم، البلايص اللي كيكونوا فيهم العروض. دونك اول حاجه كنبغي نقول ليه شكرا بزاف على المسانده ديالك ليا، وثاني حاجه نشكر العائله لان فريمون حتى هي كتعاوني والاصدقاء، وكنشكر المتتبعين بزاف حيت صراحه ديما كيشجعوني بتعاليقهم كتفرحني بزاف. وكذلك كيعجبني كيعطوني نصائح، كيعطوني شنو خصني ندير، وكنقول لهم شكرا بزاف لان كيقدموا لي بزاف النصائح في الانستغرام. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر كل شيء، العائله، الزوج، الوليدات، هما كيعاونوني بلي كومونتير، المهم كل شيء الناس كنبغي نشكرهم. وكذلك بغيت نوجد واحد ديديكاس لرضا ولد سنه بلا فيتا، كنقول لك شكرا بزاف على المتابعه ديالك، والله يعطيك صحتك، وان شاء الله تشوفك الوالده ديالك في احسن الاحوال ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.